يعني أن هذا الريموت كنترول فهو غير صالح وسوف نقوم برميه. مراجعة شاملة من جميع المقاييس عن هذه الطائرة أو المروحية أو الهليكوبتر الصغيرة، هل فعلا تشتغل بالريموت كنترول، يعني يمكن التحكم فيها عن بعد أم لا، وكذلك هل يمكن أن تشتغل فقط لوحدها، هل فعلا تحلق أم لا، كذلك هل هي فعلا قوية وتصمد للصدمات، كذلك هل يمكنها أن تحمل شيئا ما، وكذلك المسافة التي تصل إليها في الطيران، كذلك المدة التي تستغرقها في التحليق، كذلك يعني مدة الشحن التي تحافظ عليها والسرعة التي تشحن بها. إذن كما تلاحظون فالطائرة تأتي بعدة ألوان، لدينا أولا كيبل شحن عادي مثل الذي نشحن به الهواجف، لدينا جهاز تحكم عن بعد هذا الذي يتحكم لنا في الطائرة، وبطبيعة الحال لدينا هنا الطائرة أو المروحية أو هليكوبتر الصغيرة. إذن هذا هو الكيبل الذي سوف نقوم بشحن به الطائرة، نقوم بتوصيل الكيبل مع الطائرة بهذا الشكل. إذن نقوم بتوصيل الشاحن، كما تلاحظون أضيء المصباح الخاص بالطائرة. تقريبا مدة شحن هذه الطائرة ما بين 10 أو 15 دقيقة فهي تشحن على الفور، كذلك عندما تشحن بشكل كامل فهذا المصباح الذي بالأحمر ينطفئ، مما يدل على أن الطائرة قد شحنت بشكل كامل. إذن عندما نقوم بشحنها بالكامل الآن نقوم بالذهاب إلى جهاز تحكم عن بعد أو الريموت كنترول الخاص بها. إذن نقوم بتركيب لها هذه البطارية الصغيرة. قبل أن تقوم بالضغط على الزر وتشغلها يجب أن يكون النصف الذي في الأعلى الخاص بالأجنحة والقطع البلاستيكية معزول عن الأجنحة والقطع البلاستيكية الذي في الأسفل. كما ترون فالأجنحة التي في الأسفل فهي معزولة تماما عن الأجنحة التي في الأعلى. الآن سوف أقوم بالضغط على الزر الخاص بالطائرة لكي تشتغل بالوضع التلقائي وبالوضع اليدوي، ونرى فعلا هل يمكننا أن نتحكم بها. يعني هذا الملتقط الذي يلتقط الحركة بمجرد أن يجد جسم صلب أو جسم يتحرك فهو يعطي إشارة للطائرة لكي تشتغل مباشرة، يعني لا يعطيني فرصة لكي أقوم بالضغط على هذه الأزرار أو تغيير اتجاه أو أي شيء. سوف أضغط على الزر هنا، يعني لاحظوا لقد أضيء المصباح، كما تلاحظون فقد اشتغلت مباشرة. مثلا هذه الأزرار أقوم بالضغط على هذه الأزرار، زر ستارت يعني التشغيل، كما تلاحظون أقوم بالضغط مرارا وتكرارا فهو لا يعطي أي نتيجة. كذلك أضغط على الزر يعني الأعلى والأسفل لكي مثلا يقوم بتغيير الاتجاه، كما تلاحظون حتى عندما اقوم بالتشغيل فهو لا يعمل اي شيء، يعني ان هذا الريموت كنترول فهو غير صالح وسوف نقوم برميه. الان سوف اقوم باطفائها وسوف اشرح لكم طريقة اشتغالها. لديها الزر الخاص بالتشغيل، اذا هو هذا كما تلاحظون، اقوم بسحبه في الاتجاه المعاكس مباشرة عندما اقوم بتمريره، واقوم باعطاء حركة كما تلاحظون اشتغلت. اقوم باطفائه مرة اخرى، مرة اخرى اقوم بالضغط على الزر، حركة بسيطة كما تلاحظون اشتغلت. بعد المعلومات المهمة عنها، اذا نضغط على الزر اقوم بعمل حركة كما تلاحظون الان اشتغلت. عندما تشتغل لاحظوا فهي لا تتوقف، سواء قمت بقلب الاتجاه هكذا او قلبتها بالاسفل او من هنا او من جميع الاتجاهات فهي لا تتوقف نهائيا. يجب ان تعرفوا ان لديها سرعات مختلفة، عندما تقترب من الاسفل او اسفل الارض او اسفل قطعة صلبة فهي تزيد من سرعتها، عندما تطير في الاعلى وتطير لمسافة مثلا عالية لمدة 3 امتار مثلا ف يعني لا تجد اي شيء باسفلها، فهي بالتالي فسرعتها تنخفض وبالتالي تعود للرجوع الى الاسفل. كذلك لاحظوا عندما تفرغ البطارية فهي مباشرة سوف تظل في الاسفل ولن تطير حتى تتوقف بالكامل، لاحظوا سوف تتوقف. الان توقفت لان البطارية فرغت من الشحن. هنالك شيء اخر، لو
قمت بتشغيلها مثلا سقطت بهذا الشكل، فهي لن تتكسر ولا أي شيء، فقط سوف تنطفئ، يعني سوف تظل هذه المصابيح شغالة لكنها يعني سوف تنطفئ بشكل أوتوماتيكي من النظام. حتى لو قمت بإنزالها وحركتها فهي لن تعيد الاشتغال، يكفي أن تقوم بإطفاء الزر وإعادة تشغيله وسوف تشتغل معك الطائرة بشكل عادي جدا. يجب أن تعرف أن هذه الطائرة فهي أغلبها من البلاستيك ما عدا الموتور والبطارية والأسلاك والصفحة الإلكترونية، وما تبقى فكل شيء فهو بلاستيك. فهذه الأجنحة فهي مطاطية، يمكنني طيها وشنيها كما تلاحظون. كذلك هذه الأعواد البلاستيكية كذلك من المطاط، يمكنني تشنيها وتحريكها، يعني كذلك هذا الجناح فكذلك هو من نفسه من البلاستيك كما تلاحظون، يمكنني تحريكه. الآن سوف أقوم بتشغيلها وأقوم بجعلها يعني تسقط ونكتشف ماذا سوف يحدث. إذن أقوم بعمل حركة، اشتغلت، سوف أجعلها تسقط كما تلاحظون، يعني سقطت يعني انطفأت، لكن كما تلاحظون فالمصابيح ما زالت تضيء، لاحظوا فالمصباح ما زال يضيء، لاحظوا معي، يعني أن الطائرة ما زالت شغالة لكن المحركات انطفأت. حتى لو قمت بإعادة تحريكها بهذا الشكل فهي لن تشتغل، حتى لو قمت بتحريك يدي فهي لن تشتغل. لماذا؟ لأن المحرك انطفأ من النظام. لكي نعيد تشغيلها ماذا سوف نفعل؟ نقوم بإعادة إطفائها، نقوم بإطفائها ثم نعيد تشغيلها بشكل عادي ونحرك مثلا يدنا بهذا الشكل، وكما تلاحظون هي قد اشتغلت بشكل عادي جدا. بالنسبة لهذه الطائرة هل يمكنها أن تحمل شيئا ما يعني معها؟ لا أعتقد ذلك، لأنه بمجرد ما أن تمسكها مثلا بيدك من هنا فهي ليست لديها القوة الكافية للتحريق حتى، ما بالك أن تضيف لها شيئا لكي تقوم بحمله، فلا أعتقد ذلك. يجب أن تعلم أن هذه الطائرة لديها قوة رياح رهيبة جدا، يمكنك أن تستعملها كمروحة، لاحظوا قوة الرياح. وهذه بعض الفيديوهات التي تمثل اشتغالها بشكل صحيح. نحضر مؤقت زمني ونقوم بحساب المدة التي سوف تستغرقها هذه الطائرة في الاشتغال بشكل متواصل، يعني حتى تفرغ البطارية من الشحن. قمت بتسريع الفيديو فقط لربح الوقت، لكن المؤقت فهو مضبوط ويقوم بحساب الوقت بشكل صحيح. وبالتالي كما رأيتم فهذه الطائرة تشتغل بشكل متواصل حتى تفرغ من الشحن بشكل نهائي، والمدة هي 5 دقائق ونصف، ربما تصل إلى 8 دقائق، لكن إن اشتغلت بشكل متواصل وقوي سوف تشتغل معك فقط ل5 دقائق ونصف. المشاكل التي لاحظتها فيها، أولا أنها لا تشتغل بالريموت كنترول، هذا أول مشكل، فهذا الريموت كنترول فهو مضيعة للوقت ويعني فقط كذبة وليس إلا. كذلك هذه الطائرة فهي لا تطير بشكل قوي جدا، يعني فمسافة الطيران فهي لا تتجاوز تقريبا 4 أمتار 3 أمتار تقريبا ثم تقوم بالنزول. كذلك مدة الشحن التي تصمد فيها هذه الطائرة فهي ليست كبيرة جدا، فكذلك تفرق يعني بسرعة كبيرة. هذه عندما تكون جديدة، ما بالك عندما سوف تقدم يعني تصبح قديمة فالبطارية لن تشتغل معك حتى دقيقة أو دقيقتين. كذلك من بين المشاكل
هو أنها لا يمكن التحكم في اتجاهها، يعني فقط تقوم بالصعود إلى الأعلى والنزول إلى الأسفل. كذلك مشكل الشحن، فهي تستغرق مدة كبيرة تقريبا في الشحن. تقريبا هذه المشاكل التي لاحظتها فيها. في المقابل يعني الإيجابيات التي لاحظتها فيها هو أنها يعني صغيرة الحجم، سهلة الاستخدام، قوية جدا، وهذا أهم شيء أعجبني فيها، يعني قوية جدا وتصمد للصدمات والسقوط. كذلك مصنوعة كاملة من البلاستيك، ولديها قطع المصنوعة منها فهي جيدة نوعا ما. لكن إن وجدت التفاعل أكثر سوف أقوم بجعل هذه الطائرة يمكنك أن تتحكم بها بواسطة الريموت كنترول، يعني سوف نقوم بصناعة لها جهاز تحكم المود ونتحكم في هذه الطائرة في جعلها تصعد إلى الأعلى وتنزل إلى الأسفل، وكذلك حتى نجعلها تقوم بالدوران. كذلك لما لا نجعلها تصمد بمدة أكبر في الشحن، وكذلك تحمل حمولة معها لما لا كذلك. المهم إن أعجبكم الفيديو وهذه المعلومات المهمة أصدقائي، رجاء ادعمونا بعمل إعجاب، اشتركوا في القناة، فعلوا جرس للتوصل دائما بأحدث الاختراعات. إلى اللقاء، نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله.